أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال يعصمني من الماء قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا
السماء أقلعي ويا سماء ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العظيم.